ضربتها على الصدر ممكن اجيبها على البطن. طبعا البطن راح تكون مباشره، مجرد ما اكل الضربه راح يقع في الارض خلاص. واحد توب دخول. راح تتعلموا معي ركله مهمه كثير في قتال الشوارع، تابعوها وتابعوا كيف راح تستخدمها. دعموكم لينا ويلا بينا. السلام عليكم. السلام عليكم. في عندنا حركه الركله اسمها سايد كيك. سايد كيك بعض الرياضات بسموها، في الياباني بسموها يوكيغيري. يوكيغيري كابتن بالله ارجع لخلف شوي، لها نوعين طبعا. هاي سايد كيك تمام، احنا بنشوفها بالافلام ايش بيسووا، دائما بيسوي لك بهذا الشكل، بيجي هون بهذا الشكل، بروح مثلا بلعب مع واحد بيجي بقول بثبت له اياه فوق، برجع هيك الى اخره. طبعا هاي شكل، هم نوعين اوكي. في نوع بنسويه بدون خصر بسموه كياجي. كياجي في الياباني بسموها، بتيجي خطف، يعني مثلا شد بطن كده، شد حجيبها من هون، شوف رفعت ركبتي واحد بوب. تمام، حجيبها لمسه بس واحد بوب. تمام، واحد لمس. هاي كياجي، هاي بتيجي زي لسعة بتعبي له ضربة، يعني مجرد ما انضرب فيها تلاقي خلاص مؤلمة، تألم وسقط في الأرض في مكانه. طيب الكيغومي أو كيكومي بسموها، الكيكومي تيجي دفع، صدمة ودفع، بس تستخدم فيها الخصر. الأولى بدون خصر من هون، الثانية بخصر. تمام، شد كابتن، حدفع بقوة شوية. شوف أنا وقفت هون واحد جبت له هون، ماشي. مرة ثانية شد كابتن، معلش شد ولا يهمك. واحد شوف واحد بوب. طبعا انا ما عبيت باور، لو عبيت باور مش مشكله، عشان هيك حط لك الواقعي. طيب اذا هو نوعين، الكياجي والكوكومي. الاولى شوف من هون بدون ما تستخدم خصرك، بدون ما تعطي وزنك كامل، تيجي خطف وبتيجي ضربه بقوه على الخصم، يعني تضربه بتنزله في الارض اوكي بمكانه. الثانيه بخصر، واحد هوب دخول، هاي بتعطي وزن اكثر، بتدفعه يقع على الخلف. الضربه بتكون من هون، شوف هذا الشكل، من سيف الرجل او كعب الرجل بهذا الشكل. طبعا الضربه لها مسافات، لو انا قريب من الخصم كيف ممكن استخدمها في قتال الشوارع؟ مثلا مسكني بهذا الشكل، ماسكني، شوف انت بس اسحب شيء خفيف ومن هون واحد شوف ضرب. تمام، الضربه هاي وين جبتها؟ انا اسفل الحزام، واحد هوب نزل هون كملت عليه. وصل؟ سوري معلش. طيب ضربتها انا اسفل الحزام، مسك، شوف اسحب من هون، خلي جنبك ولي الجاهز، هوب ضربت. هسه ضربتي انا لما رفعتها من هون لفيتها بهذا الشكل. طيب في ناس ايش ممكن يسويها؟ ممكن يسحبها من هون هيك، شوف يجيب قوس، القوس هاي ما راح تيجي معك الحركه، الحركه فعليا بدها تكون رفعت ركبه واحد وبتجيب الحركه، اوكي؟ واحد هون تمام؟ حلو. هسا لو كان طيب ملزق كثير، مثلا ماسكني من هون، شوف بكعب رجلي، واحد هوب هوب، استخدم خصري فيها هون، وين بجيبها؟ على قدمه هون، شوف قاعد اضغط، مؤلمه صح؟ طيب لو ضربت مثلا ضرب اوف بتروح رجله تمام، حيبدا يتالم منها الى اخره، هو بينشغل برجله خلاص تقدر تكمل انت صح؟ تكمل عليه بكل سهوله. حلوه حلو، ما في مش مشكلة، أنا يعني حاولت أخفف كثير. طيب نفس الحركة ممكن تيجي في الركبة، مثلا واحد مثلا ماسكني، أو مثلا أجا مسك مثلا بيد واحدة كذا إلى آخره، شوف مسكته مثلا من هون ضرب هون. أوف. سوري أوف معنا خفيف. لا مسلح، يلا بسيطة ما في مشكلة يعني كذا. أنا رفعت ضربت وين؟ على فوق الركبة ضربتها بهذا الشكل، هون بهذا الشكل. طيب لو ضربتها بالكعب، كعب رجلي، مباشرة العضلة بتنكبش معه، فراح يصير يعرج عليه، ما راح يقدر يستابع. طب مش ممكن تعمل كسر دي؟ هاي ممكن تعمل كسر بحالة واحدة صح؟ كلامك كابتن. طيب لو هي مش كسر، هي انه خلع، خلع المفصل. خلع المفصل هيك، المفصل بنقلب للامام اذا كانت ضربتي قوية. طيب تمام، هاي بتيجي بهذا الشكل، ممكن تسبب ضرر كبير اذا اجت على الصابونة. على صابونة وضربتها بهذا الشكل، بسحب لتحت، سحلت لتحت. تمام. طيب هسا هاي من مسافة بسيطة، إذا مسافة بسيطة حكينا من هون سحبت ضربت الأولى، عندي لو ملزق كثير من هون الكعب تمام. بس عشان القدم نعيدها سريع، شوف القدم لا تجيبها من هون، جيبها أنت هون، شوف كيف هون أوكي، جبناها هون في الكعب ضربتها. طيب أو جبتها بنص الفخذ أوكي، بنص الفخذ أو على الصابونة هون أوكي، بنص الفخذ أو على صابونة الباتيلا سواء في الانجليزي او اللاتيني. طيب لو كان خصمي بعيد جايني بركض، اركض
اركض كابتن. بس لو اعترضوا اي جسم بهذا الشكل خلاص وقفوا. ايوه بهذا الشكل بوقفوا. انا ايش بصير مثلا اجاني واحد ضرب سوري 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 انا مش قصدي اضرب بقوه، ما في مشكله، خذ نفس خذ نفس. انا اجت ضربتها على الصدر، ممكن اجيبها على البطن، طبعا البطن حتكون مباشره، مجرد ما اكل الضربه راح يقع في الارض خلاص خلاص. واحد توب دخول، نفس الشيء على الصدر، نفس الشيء ممكن تيجي على الوجه او الحنجره، طبعا الضربه خطيره فوق على الوجه. فانت اذا الخصم بركض عليك بخط مستقيم انت بتفاجئوا فيها، تمام؟ طيب اللي بيلعب رياضات قتاليه الى اخره، هاي من اكثر الشغلات انا ممكن استخدمها مثلا مع واحد بتحرك معي كثير، بيحاول بده يضرب كذا زيك وبهجم هجمات مستقيمه، مثلا بدايه هجمته بتنكشف مثلا من هو داخل، مثلا بده يدخل معي بخط مستقيم، يعني جاي عليه بهذا الشكل، تمام؟ مثلا بلعب معه مثلا بلعب هوب دخول سريع، واحد هوب سريع، وصل؟ طيب انا بس مجرد دفيت وطلعت سريع، واحد هوب دخول، وصل؟ طيب انت بدك تتعلم الحركه، حتمسك مثلا العمود هذا الشكل، ترفع رجل، دوران دوران دوران، تبداها من تحت هون هون، شوي شوي بتبدا ترفع 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 المسافه عشان تتعلمها اكثر واكثر. ارفع الكعب، شوف رفعت الكعب ودوران، رفعت الكعب ودوران، هاي واحد هوب هوب هون، تمام؟ عشان تتعلمها اكثر لما تضرب الضربه اللي هي حكيت انا في نوعين، في نوع كياجي وفي كوكومي. كوكومي بدك تجيب الحركه الكعب مع الركبه مع الخصر على خط واحد هون، اوكي بهذا الشكل، وصلت؟ فانت شوي شوي راح تيجي معك، تيجي معك، زي ما تطلع سريع لازم ترجع سريع، تتعلمها شوي شوي، بعدين تحاول مثلا تلعب مثلا قتال ضمنها تصير تركب الحركه، وصلت كيف؟ طبعا اشكركم على المتابعه، واي سؤال اي شيء بدك اياه انا بخدمه الجميع. صلوا على الحبيب، الله يعطيكم العافيه، السلام عليكم. السلام عليكم.